بهذا المشهد يحل موسم عاشوراء في البحرين هذا العام، مشهد يلخص الحكاية الطويلة بين آل خليفة وسكان البلاد الأصليين، نظام متوحش يواصل حربه على العقائد والشعائر، ومواطنون حسينيون يصرون على التمسك بالهوية وبالتراب ويسترخصون في سبيل ذلك الأرواح وكل غال ونفيس. الخليفيون الذين صعدوا في الأشهر الأخيرة من حربهم الوجودية ضد المواطنين سيعملون هذا العام على إظهار المزيد من جرائم استهداف الهوية والشعائر الدينية، فهم يرون في رايات عاشوراء استفزازا لهم، والقبضات التي تعلو في مواكب أبي عبد الله تذكرهم بتاريخهم الدموي ومخازيهم الممتدة على طول الزمان. بهذه الرايات الخفاقة يقول أهل البحرين لآل خليفة بأنهم لا زالوا يقبضون على الجمر ومتمسكون بولائهم الأصيل لأهل البيت الذين علموهم عدم الركون إلى الظالمين والاعتراف بهم، وهذا ما يغيظ الخليفيون وأسيادهم آل سعود ويشعل في نفوسهم نار الانتقام الذي سيحرقهم بالخزي والعار كما أحرق قاتلي آل الرسول في كربلاء. إنها مدرسة كبرى، عاشور تحيي الثورة. عاشوراء البحرين هذا العام سيكون موسما مفتوحا للمبادئ والقيم التي ثبتها البحرانيون سنة بعد أخرى بعد أن أبوا البيعة ليزيد العصر، ومنذ أن رفعوا صرخة الحسين بن علي في وجه جحافل القبائل التي احتلت البحرين وسبوا نساءها وهدموا مساجدها واعتدوا على مآتمها وقتلوا الأطفال والشيوخ، ولكن أبناء عبد القيس وصعصع لم يخونوا عهدهم لسيد الشهداء، وهم لن يولوا الدبر في ستار الليل أو يختبئوا داخل البيوت. وهذه العزائم المقاومة دون راية الحسين وتلك الحناجر الحسينية المرابطة في ساحة الفداء بالدراز هو بعض مما سيراه أحفاد يزيد من أبناء هيهات من نذ الله.